إذاعة قفصة عين على الحدث. تحية لكل الإخوة كل الأصدقاء اللي كانوا حاضرين في المساهمة في إنجاح هذه الدورة الأولى، تكريماً لروح صديقنا وشقيقنا وأخونا وزميلنا العزيز علينا محمد أحمد الملاهي ربي يرحمه. بطبيعة الحال إذاعة قفصة مشكورة فكرت في هذه الدورة الأولى، وإن شاء الله تكون دورة متتالية في السنوات القادمة. هو النادي إذاعة قفصة بالتعاون مع المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل، حبينا لفتة كريمة زميلنا الفقيد محمد حبيب الناري اللي عرفناه في الإذاعة وعرفوه الرياضيين، وهذه لمة لنا ياسر على لمة تاع الرياضيين في قفصة، وإن شاء الله يا ربي تكون لمة فيها خير، وإن شاء الله يا ربي ما فيه خير الرياضة بتاعنا في الجهة. أكيد الدورة باش تكبر بفضل وجوداتكم جميعا، وأكيد كذلك باش يكون المستوى الحضوري أكثر إن شاء الله حتى من خلال الفرق اللي باش تشارك في الدورات القادمة. حبيت في المناسبة هذه باش نرحب بزوجة أخونا الحبيب ملاري السيدة ليسا الرويسي، وليسا الرويسي حاضرة معنا في هذا الحفل، وإن شاء الله بعد شوية باش تنطلق المباراة الترتيبية باش تجمع بين فريق قوافل قفصة ونادي إذاعة قفصة. طبعا قوافل قفصة قدماء قوافل قفصة بقيادة القيثوم منصور عارفة محمد الطيب كثير وغيرهم، ثم بعد شوية باش تكون الموعد مع المباراة الختامية، مباراة ختامية تجمع بين فريقي سام قصر قفصة والملعب القفصي في الدور النهائي لهذه الدورة الأولى. طبعا الدورة الأولى كما ذكرت لتكريم روح روحه، ونقول بكم صراحة أخونا صديقنا حبيب ملاري ربي يرحمه الجديد. معناها إلا بوكو دو كاليتي يا حبيبي باش تكلم عليه، ما تنجمش تكلم عليه في لحظة ولا في لحظتين، يلزمك برشا وقت، خاصة كإنسان حبيب معناها يعني يحترم الصداقة، كان صديق وفي بالنسبة لي أنا جموع، وكان معناها من أوفى الأصدقاء، يعني ما يتعداش نهار وما ينجمش يجي عليه حبيبي، وقت الناس كل كي هربت عليا، وقت الناس كل كي معناها يعني سورتو بعد ما خرجت بالجمعية واحد كل وقت الناس كل غادرت وهربت وواحد كله ما عادش يدور بيه، للسول اللي بقى جنبي هو حبيبي، ما يفارقنيش ولا لحظة معناها يعني، إذا كان مشوف الخدمة راه بحذايا أنا واحد كل كذا، دونك معناها يعني إذا كان فما واحد فقده هو عائلته مرته وصغاره، أون سو بول يو فوزك تاني. أول فكرة جت من قفصة كل زملائي في النادي، وهذا أقل شيء نقدموه لأحد قدماء تاع النادي قفصة، خاطر كان زاد من ناشطين في هذا النادي، وأكيد أيضا أنه ابن الإذاعة، ونحن نقدروا مجهود كل شخص يقدم بطبيعة الحال إذاعة قفصة، وما ننسوش أبنائنا اللي فارقونا واللي حتى فارقونا بالحياة ولا فارقونا معناتها بالموت، وهذه أقل حاجة نعملوها صاحبي، وإن شاء الله الدورة هذه تتكرر السنة القادمة باش تبقى ديما ذكرى موجودة، ونعتبرها دورة ناجحة، وإن شاء الله نتمنى نجاح التوقيت في نادي إذاعة قفصة، وإن شاء الله باش نعمل تجارب من هذا الموضوع. شعبية كبيرة جمال سي بشير الطنباري يتولى تقديم الشهادة. بشير هز عينك. عبد المجيد البويدر قائد المجموعة، مبروك لكم هذه الكاس، ومبروك كذلك نجاح هذه الدورة الرياضية الأولى، وأكيد تقديم الكرنة إن شاء الله يتواصل الحماس، إن شاء الله يتواصل كذلك الرغبة في أن تتواصل الدورة لسنوات قادمة، وأكيد الدورة تكون أكثر تعلق بالسنوات القادمة. إذاعة قفصة عين على الحدث.